رساله للعيبه ان هم يبقوا رجاله، وهم رجاله طول عمرهم رجاله واقوياء، واحنا وراكم الجمهور وراكم قلبا وقالبا بامر الله تعالى، واحنا واقفين بظهركم ما يهمكوش اي حاجه، خليكم في الكوره واحنا وراكم بامر الله تعالى. لعيبه رجاله طبعا وقد المسؤوليه، وان شاء الله يحاول اللقب الثاني على التوالي. اكيد طبعا لعيبه كويسه جدا وعلى اعلى مستوى، وان شاء الله ربنا يوفقهم باذن الله، وان شاء الله يقدروا يحاولوا اللقب لتاني مره على التوالي، وان شاء الله يعني لسه بدري في الدوري. بقول للعيبه ان هم ما يستسلموش، وان لسه بدري وفاضل كتير قوي في الدوري، وان شاء الله انت افضل لعيبه في مصر، وباذن الله يقدر يحقق لقب الدوري، وباذن الله ربنا يوفقهم ان شاء الله. بقول للعيبه ان شاء الله زي ما فرحتونا الموسم اللي فات ان شاء الله هتفرحونا الموسم دوت، وان شاء الله الدوري لينا. لسه الدوري طويل، ولسه الدنيا احسن، ولسه قدامنا ياما، يعني مش ماتش اللي هيأثر فينا والكلام ده كله. ماشي، ما فيش حد واقف الزمالك اصلا، الزمالك اسم كبير وما حدش يقدر يوقفه. ان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله في المتوشه اللي جايه، ونقدر نكسب الدوري ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله ناخد افريقيا، متفائلين باذن الله الدوري وافريقيا ان شاء الله. رجاله باذن الله ان شاء الله ننسى الماتش اللي فات، كان في مصلحه ان حصل توقف بعد ماتش منتخب ان شاء الله، وشفنا مستوى الناس اللي موجودين مستوى كويس، بشر بخير ان شاء الله. الجهاز الفني طبعا بتمنى له التوفيق في اختياراته، بتمنى له التوفيق في لمه اللعيبه، ولان بعد الماتش اللي فات ده كان نفسيا لازم اللعيبه تلم، وانا شايف ومتابع يعني ان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله. رساله للعيبه احب اقول لهم ان شاء الله تكون دي بدايه بكره باذن الله، الدوري لسه طويل، خساره 3 نقط مش مهمه، احنا غابين علي على الاسماعيلي، بس هو نازل بجهاز فني جديد، وان شاء الله باذن الله نحقق